الناس بتجهز بتبص على الفيديوهات تجهيزا لنفسها. حتى انا كنت عايز اسالكم في الموضوع ده، ده بيربككم ولا ما بيربك يعني، ولا مفيش فرق يعني؟ الناس بتبقى بتذاكر المحاضره اللي فاتت، هل نديها تبص بص على المحاضره اللي جايه ولا ده بيربك؟ انا ما اعرفش. هو مش ربك ولا حاجه، هو انا كان بالنسبه لي المشكله ان انا ما كنتش عارفه انزل بايثون على الماك، دي كانت مشكلتي الوحيده والحمد لله حلتها يعني. طب كويس كويس. انا معلش هو عشان مش معايا الجهاز، مش معايا جهاز ماك، ف ما عرفتش اسجل الفيديو مباشر يعني للموضوع ده. انا مش بتكلم على على مشكلتك انت، كان بتكلم عموما عموما يعني ايه، خلينا نقول عموما. مش عارف ليه يعني ممكن عدد الفيديوهات يا دكتور، ممكن عدد الفيديوهات هو اللي ممكن يبقى كتير. انا من وجهة نظري شايفه ان عدد الفيديوهات اللي احنا بناخدها عشان نحضرها ممكن تكون كتير يعني، مش عارف، بس انا حاسه ده عشان انا جنب ده بشتغل، فيا دوب بلاقي وقت يعني اشوف الفيديوهات وطبعا في نفس الوقت اكون بشتغل يعني. خلاص يعني شوفوا اللي انتوا عايزينه، نمشي الموضوع ان لو الموضوع لو تقيل عايزين نمشي بالعكس، ان الموضوع اللي نخلصه هو ده اللي انتوا هو هي طريقة، هي طريقة كده، طريقة ان احنا ناخد تمارين وبعد كده نرجع يعني نناقشها وكل حد يعني بيحلها بمنطق مختلف، دي طريقة كويسة. بس انا اقصد ان عدد الفيديوهات نفسه يعني، كان اول مرة تقريبا 13 فيديو. انا عارفة ان هو عدد يعني الزمن بتاع الفيديو مش كتير، بس انا اقصد انه لو اقل شوية يعني مثلا لو 10 فيديوهات في الرينج ده هيبقى احسن يعني، بس ده اللي اقصده. فلو في ناس تانية عادي معاهم انا ما عنديش مشكلة، انا كده كده مع الجماعة، بس انا ده رأيي يعني. طيب ما هو لو في حدود 10 فيديوهات يبقى تقريبا احنا ماشيين في المحتوى ده يعني 12 من 10 من مره 8 مره يعني، فهعمل حساب ان انا ما نزودش على كده، يبقى الاطار بتاعنا قدر الامكان تمام. اصل الموضوع كله مش بالعدد، الموضوع عندي كله بالموضوعات يعني ايه. مثلا المره الجايه ان شاء الله نبدا في الاف مثلا، فانا ما عنديش مشكله ناخد الاف والجمل بتاعه الشروط، فانا عايز اخلص جمل الشروط تمام. المره بعدها عايزين نخلص اللوب، فانا عايز اخلص جمل اللوب والى اخره، فبتكلم بالموضوع. فالموضوع بقى لو طلع معايا مثلا 10 فيديوهات او طلع معايا 5 مش قضيتي انا، قضيتي الموضوع على بعضه بيتاخد على بعضه، فاهماني؟ فيبدا يرسخ في دماغي الناس هي دي، بس اللي بتبقى فارقه معايا شويه. طيب ده مثال انا ببعت لك، انا ما اعرفش اول مثال اشوفه اهو، المثال ده ما حدش بعت لي الحل بتاعه الان يعني، اللي هو اللي هو قوم بتصميم برنامج يدخل فيه المستخدم رقم ويظهر لي البرنامج رساله تفيد هل هذا الرقم موجب بوزيتيف ام سالب نيجاتيف ام صفر. ده ما حدش حله، ده حاجه، ده الاكزامبل رقم 3 ده مثال هيبقى صعب عليكم شويه بس هنتكلم عليه. بس انا اعتقد ان ده يا دكتور هيحتاج اف كونديشن، ولا انا غلطانه؟ ايوه هم دخلوا في الاف كونديشن، دخلنا بس بشكل بسيط يعني. يعني مثلا المثال ده محدش ورهوني، طيب المثال ده محدش ورهوني، انا تقريبا شفته بس مع باشمهندس الدكتور طه، هو اللي بعتولي بيان تقريبا كده، بعتولي على الجهاز ده كده، محدش ورهوني دلوقتي. قالت لي الاستاذ طه كده بعت لي الكود، بعت لي الكود بتاعه. المثال ده، المثال ده بيقول لي دي مشكله مدرس هندسه عايز يحسب حجم ومساحه والمساحه الجانبيه وتوازي المستطيل، هو يدخل الطول والعرض والارتفاع وانت تطلع له الايه الحجم والمساحه ومديني المعادلات بتاعت الحجم وبتاعت المساحه. طبعا الغرض كله احنا نكتسب بس الحاجات الرياضيه بنعملها ازاي. فقال لي الفوليوم اللي هو الحجم اللي في دبليو في اتش يعني الطول في العرض في الارتفاع، والاريا المساحه 2 في فتح قوس الطول في العرض زائد الارتفاع وضرب الايه الطول والعرض في الارتفاع تاني ال اللي احنا عملناها ايه ال الطول مضروبه في الدبليو اللي هي العرض زائد الطول مضروبه في الارتفاع زائد العرض الطول. طبعا مش قضيتي خالص انك تحفظ المعادله ولا اي لازمه عندنا احنا، بس ازاي بنشوف ان احنا نقدر نحول ده الى
كود يعني. بيكتب ازاي كبرمجيه. انا عايز بس الكود بتاعها مباشره. انا في استاذ سمير بعتها لي اهي. فادي المثال اهو. انا لو رحت هنا وعملنا فايل جديد وعملنا سيف. يا استاذ سمير بس هتبوس ابو الاثنين. تمام. هو قال لك انتر ال ال انتر ال دبليو انتر ال اتش. بعد كده عمل ايه؟ قال لك الفوليوم هضرب كله ببعضه طبقا للمعادله اللي هي كانت موجوده في المثال اللي هي ضرب ال ال في الدبليو في الاتش وده صح. تمام. وبعدين قال لك الثاني اثنين فيه. وخدوا بالكم بقى هنا من المعادله لان غير فيها شويه. لازم نبص على التغيير اللي هو عمله ونقول هو تغيير سليم ولا ما هوش سليم. لقيته عمل ايه؟ اثنين في صحيح وكده ضرب ال ال في ال W زائد ال ال في ال H زائد ال W في ال H وحب يعملهم كلهم ما بين ايه؟ ما بين اقواس عشان يحدد الاولويات. طبعا حد ليه اعتراض على الكلام ده؟ او ليه وجهه نظر؟ طبعا وجهه النظر. تمام. وجهه النظر هنا طبعا ان كده كده اصلا سواء هو حط الاقواس دي او ما حطهاش لو عملت كده هنوصل لنفس النتيجه برضو. لان في طبيعه الاولويات او البريسيدنس بتاعت الاوبريتورز الضرب والقسمه ليهم اولويه عن الجمع والطرح. فكده كده الضرب هيتحسب الاول يعني ال في الدبليو تحسب الاول وال ال في الاتش تحسب الاول والدبليو في الاتش الاول وبعد كده يرجع يجمع وبعد كده يرجع ايه؟ يرجع يجمع. فالجمع عمره ما بيحصل قبل الضرب. الجمع عمره بيحصل قبل الضرب. لكن في اقواس هنا بره. في اقواس هنا ايه؟ بره. الاقواس اللي بره دي انا عايز اوضح حاجه. عندنا عمليه كام عمليه ضرب في المعادله دي؟ فيها كام عمليه ضرب؟ فيها أربع عمليات ضرب. المعادلة دي فيها أربع عمليات ضرب. فاهمين يا شباب؟ في واحدة ضرب بره القوس وده كله جوه القوس. فمعناها إيه؟ إن الضرب هنا هيتم جوه القوس كاملة. يعني إيه؟ أبدأ الأول بالـ L في الـ W ثم الـ L في الـ H ثم الـ W في الـ H بس وأرجع أجمع النتيجة في العطل من هنا زائد النتيجة في العطل من هنا زائد النتيجه اللي طلعت لي من هنا. وده كله كنتيجه نهائيه يتضرب في اثنين. ده اللي هيحصل. يبقى عمل ايه؟ لما شاف الاقواس قال الاولويه للاقواس. برانثيسيس دي. برانثيسيس دي اولويه للاقواس اشتغل على الاقواس. فعمل كل العمليات اللي جوه، لقى اللي جوه في كذا ضرب وكذا زائد. فيبدا بالضرب لان ليه اولويه قبل الزائد. طب ما في كذا ضربه برضه. يعني في ثلاثه ضربه جوه. فيبدا من الشمال لليمين. يبدا من الشمال للايه؟ لليمين. فيضرب ال في ال W ثم يضرب ال في ال H ثم يضرب ال W في ال H. وبعدين يرجع ياخد الجمع. طب ما في اكتر من عمليه جمع. ياخد عمليه الجمع الاولى اللي من على الشمال. فناتج حصل ضرب ال في ال W زائد حصل ضرب ال في ال H زائد حصل ضرب الايه؟ ال W في ال H. يجمعهم. تمام؟ وبعد كده الناتج اللي يطلع يبدا يضربه في اثنين. فكده ترتيب اولويه الايه؟ العمل دلوقتي. فاهم كده يا شباب؟ فلو احنا دلوقتي جينا نجرب اللي عمله استاذ سمير كده وقلت انت خمسه قال لي طلع ال خمسه الويدث قلت له مثلا 10 والهايت 10 فقال لي يبقى الفوليوم 500 والاريا 400. هل في حد عنده اي مشكله في الاكزامبل ده؟ تمام؟ في اللي يبعت لي معلش ما يبعتليش ملفات داونلود، يبعت لي كود كوبي بيست
ابعتليش ملفاتها داونلود بعد اذنك. تمام؟ طيب حلو جدا. ده الاكزامبل الاول كده شفناه. وكان عندنا اكزامبل تاني اللي هو ده. اللي هو دي شفناها مع بعض وحلناها اللي هي الكونسامشن قيمه الاستهلاك. وده شفناه وشفنا الحل بتاعه. لكن كان في كمان تحليل مشكله والجوريزم. في هنا دكتور طه بعت لي اهو ادي الفلو تشارت. قال لي ايه في الفلو تشارت؟ قال لك هو يدخل اتش والار. طبعا ده غلط. دخل اتش الار الاتش الاتش والار دي. دي بتاعت مثال تاني ولا ايه؟ لا ده مثال تاني. ده مثال غير ده. انا بتكلم على المثال بتاع حساب الفاتوره. حد عمل تحليل مشكله او كده او رسم خريطه تدفق في الفلو تشارت ولا حاجه؟ احنا دلوقتي في البروبلم سولفنج في زراعي. احنا دلوقتي في البروبلم سولفنج اصلا. ما انا واخده بالي يا دكتور، بس هو حد يعني الناس بتحل اللي هي اتشرحت ايه؟ هي اتشرحت اصلا يعني مش عارفه والله. احنا نحلها الالجوريزم والفلو تشارتس والكلام ده كله اتشرح ولا لا؟ اتشرح. اتشرح في الفيديوهات المسجله. ايه؟ اتشرح في الفيديوهات المسجله. فممكن تكون ما بصيتيش على الفيديوهات المسجله انت؟ معلش بقى الامتحانات يا دكتور، يعني انا عندي امتحانات كمان فالدنيا عندي مش طيب. هي اتشرحت في الفيديوهات المسجله والناس حلت وما فيش مشكله. احنا ممكن يعني لو في يعني بس الاول نبص عليها، ولو فيها اي مشكله او فيها اي اسئله طبعا انا ما عنديش مشكله ان انا يعني هو حضرتك تقول لنا بس طريقه حلها ازاي وبعدين نشوف الاساتذه يعني حلينها ازاي ولا ايه؟ ماشي مش مشكله. بس الاول انا بس السؤال ده انا بسال سؤال بس اللي هو الاكزامبل اللي كان لسه معروض ده حد حل؟ اللي هو ده. انا بس يا دكتور عندي سؤال على المثال اللي فات. قالوا اللي فات ده اللي هو لا اللي قبل كده يعني نرجع تاني ليه. ماشي مش مشكله. هو ده ايوه حضرتك كاتب فلوت. هو مكتوب فلوت ليه؟ مش المفروض تبقى انتجر؟ هو ايه المفروض تبقى اللي هي تبقى انتجر اللي هي هو في هات الكود بس كده. كان في كود مكتوب دلوقتي الكود بتاع المثال ده. ايوه هو ده. اقصد إن يعني ده حل زميلنا مش حل يعني. انا بسال في كده. هي المفروض هتبقى فلوت ولا انتجر؟ المفروض تبقى فلوت لان هو عاملها صح. لان انا دلوقتي في المقاييس انا بقيس الطول وبالعرض والبتاع فممكن يطلع سنتي بيبقى في كسور. لو انت بتقيس بالسنتي يبقى خلاص مفيش كسور صح؟ ده اللي تقصديه؟ ايوه. لو انا بقيس بالسنتي بدخل كله بالسنتي فمفيش كسور. مفيش الا بقى لو انت هتقول لي بقى بالملي يعني ما ندققش. بس هي في الاخر انا ممكن اقول مثلا سنتي و3 ملي مش عارف ايه. ماشي الحال اعملها فلوت. لكن لو انا مثلا عامل الاكزامبل بتاعي ومثبته على اساس ان هو سنتيمتر بس خلاص سنتيمتر بس يعني مش محتاج ان انا اعمل فلوت. لكن هو عملها فلوت ده صحيح يعني ده اريح. تمام. دايما الفلوت على في اغلب الاوقات الفلوت اريح طالما في احتماليه ان يبقى في كسر. تمام؟ تمام. الفلوت اريح ورايح دماغي واخرج بره المشاكل. تمام. نخش على المثال الثاني ده. انا بسال السؤال بتاعي انا سالته كذا مره ومحدش رد عليا فانا اعتبر ان محدش حل الفلوت شارت ولا البروبلم سولفنج اللي هي بتاع تحليل المشكله بتاع المشكله دي صح؟ انا شفت حد حل الكود وبعته لي يعني محدش تقريبا حل كتب تحليل مشكله او عمل الجوريزم صح؟ في حد بعد حد في الشات بعت في الشات دلوقتي؟
مش عايز الكود. انا بقى اه بقى فاك ال استاذ امجد. استاذ امجد عمل ايه؟ عمل كده. انا دي الانبوت انا هقول له انتر الكون فاليو وهريد الكون فاليو في البروسيسنج بتاعتي. هكالكوليت اف ان الكون اصغر من 100 اخلي ان الكون فاليو بتساوي الكون مضروب في 5. هي كانت 5 جنيه ولا كانت 5 من 10؟ لا هي المفروض كانت 5. كانت 5 جنيه ما تحطهاش كده يبقى تحطها على 5. يعني بضرب الايه الاستهلاك مثلا استهلك 100 كيلو يبقى 100 كيلو في 5 جنيه او في 5 دولار او في 5 ريال كده يعني. المفروض 5 قوش يا دكتور. نعم هي المفروض 5 قوش. ماشي مش تفرق يعني ايا كان هي 5 ايه 5 قروش. اه 5 قروش عشان القرش ينزل بالكسر صحيح. تمام وفي 10 قروش يبقى صح. هو بيتكلم في ان هو قروش هيضربها ب 5 قروش على صح. تمام مظبوط. هو كان ماشي الراجل وعمل بعد كده ايه ديسبلاي الكون فاليو في الاخر. ده كلام 100% ده كده بالنسبه لي ك يعني بيعمل كده زي سكراتشنج او بيعمل كده كود بيحل 100% وما عندوش اي مشكله. كويس جدا. حد عمل بقى رسم الفلوت شارت بتاع ده؟ طيب بعتها لي فين؟ طيب بعتها هنا اهو استاذ امجد. بعتها هنا في الشات ده. ارمي بس الصوره على الفايل ده او دوس على فايل وارفع الصوره. طيب انا شفتها اهي خلاص. شكرا. ممتاز. عمل ايه؟ قال لك انا هعمل ستارت ابدا بعد كده عمل الكون بعد كده عمل كونديشن هنا. قال لك هل الكون اصغر من 100 عنده ترو يا فولس؟ بس التي بس غلط. ترو يا فولس. لو فعلا الكونسبشن اصغر من ال 100 هيحسب الكون فاليو على الكون مضروب في 5 قروش. ايه فولس هيحسب على ايه 10 قروش. في النتيجه في الاخر هيطلعها على الشاشه. ده كده فلوت شارت سيمبل. تمام. كويس جدا. ممتاز. ممتاز. يبقى ده السؤال الثاني مفيش مشكله. كان في بقى سؤال ثالث ما اعرفش ده بتاع ايه. ده ايه ده؟ ده كان بتاع حساب ايه ده؟ ده كان مطلوب؟ مش عارف ده بتاع ايه لان محدش بعت لي المثال بتاعه. طيب بكده نكون المفروض يحط بيساوي فين؟ يحط بيساوي فين؟ فين؟ طيب انا المثال ذات نفسه ارجع للسؤال ذات نفسه هل كان يدخل معاه او يساوي ولا لا؟ ولكن بس يا دكتور لو وعلى اقل من ال 100 على 5 ولا لا اوصل لو عايز توصل اصغر منها ويساوي. لا هو انا كاتب هنا ايه اقل من ال 100 كيلو بيحسب بكذا. اكثر من 100 كيلو يعني بقى اذا إيه؟ اما اذا كان اكثر من او يساوي ذلك ب 10. فهو عمل ايه؟ قال لك خلاص لو اصغر من 100 حسب على 5 قروش يبقى صح. خلاص مفهومه بقى ان الباقي 100 وانت طالع. 100 وانت طالع يبقى الكلام سليم. ماشي؟ لا الكلام اكبر من او يساوي ما تطبقوش يا شباب. انا لو هقول اكبر من او يساوي 100 يبقى انا لازم الاول اضرب في 10. لان ال 10 هي اللي اتسال عليها ان هي في الاكبر منها وتساوي. يعني لو رجعنا كده لاصل السؤال هنلاقي ايه؟ لان الوضع بيقول الاقل من ال 100 كيلو
بيتحسب بخمس قروش. ده امتى امتى الكلام ده؟ انا دلوقتي بحسب بخمسة جنيه ولا ماشي. اما اذا كان اكتر من او يساوي بيتحسب ب 10 قروش. فهو هنا انت عندك حلين، يا تقول اكبر من او يساوي ال 100 وفي الحاله دي تقول زن، الزن اللي يجي بعد الزن يبقى في الضرب في 10 والس تبقى الخمسه. او زي ما هو عمل اقل من ال 100 كيلو يبقى يحسب الخمس قروش، الس على طول يبقى الباقي. خلاص اتفهمت، يبقى ال 10 كده. ايه الاثنين صح. تمام كده. تبقى لينا السؤال ده. اللي هو ده. طبعا السؤال ده لو احنا هنحله من غير الزيرو سهل، لكن تعال نفكر فيه. انا حد حله يبعت لي الحل بتاعه ولا نحله احنا دلوقتي بما انك ما حدش حله ولا ايه؟ تمام، زميلنا بعته اهو. في عندنا سمير بعت، وفي عندي كمان محمد شعراوي بعت. هاخد محمد شعراوي عشان ما بصناش على شغله، وهروح على من فايل نيو. تمام، عمل ايه؟ هو حلها طبعا. انا هستبعد حله لانه حلها بالاف، واحنا لسه ما خدناش الاف. واستاذ طه مهدي حلها بالاف، واحنا ما خدناش الاف. ما خدناش غير الاف فانكشن العاديه. وبرده استاذ سمير حلها بالاف، انا ما خدتش بالي انه بيقولوا حلها بالاف. شوف الستيتمنت الكامله، احنا ما خدناش الاف ستيتمنت الكامله، المفروض كنا نحلها على قدر الامكانيات اللي احنا وصلنا لها في الفيديوهات. حد عنده حل اخر؟ احنا كنا اخذنا زي ما اخذنا هنا في الكونسومشن اللي عملها استاذ سمير قبل كده، دي احنا كنا توصلنا لها. طب تعال نعملها كده مثلا موجب وسالب. يعني لو انا عملت كده مش عايز دي، انا عايز كانت فين؟ انا مش لما بكبر ما ببقاش شايف كويس. هي إيه دي؟ ايوه دي. فانا هعمل منها مثلا ايه؟ ماشي. قمت جاي قايل ايه؟ اولا انا محتاج نمبر. ماشي؟ الرقم ما كانش مفترض ان هو يبقى فيه فلوت، فاحنا بنتكلم على ارقام صحيحه، صفر ولا اكبر ولا موجب ولا زائد. طبعا لو عملت فلوت مش هقول لا يعني، مش هقدر اقول لا. انتر مثلا نمبر مثلا. ماشي؟ نمبر مثلا. ماشي؟ نمبر. دخل الرقم. فانا بالنسبه لي عشان اقدر اعرف، انا ممكن اقدر اقول له اف ان النمبر اللي دخل ده لو اكبر من الصفر خلاص انا بالنسبه لي العمليه واضحه، صح ولا ايه؟ هتبقى العمليه بالنسبه لي ايه؟ العمليه بالنسبه لي هتبقى ايفن، صح؟ لو رقم اكبر ناسب، مش احنا كان بنحسب احنا بنحسب موجب وسالب، يبقى بوزيتيف، صح كده؟ بس يبقى العمليه بالنسبه لي برضه واضحه، هتبقى احسبها ان هي نيجاتيف. تمام كده؟ سؤالي بقى هنا، طبعا انا هوريكم اللي هيحصل ايه. لو قلنا ذا نمبر از الرقم عباره عن انا الكود اللي احنا جبناه. طبعا في عيوب هنتكلم عليه ونحسنه مع بعض.
قلت له هيدخل الرقم بعد كده اشوف بوزيتيف، لو الرقم اكبر من الزيرو غير كده يبقى نيجاتيف. وطبعت فقال لي دخل رقم، قلت له رقم 15 قال لي بوزيتيف. قلت له ثانيه رنيت ثاني قلت له رقم 20 قال لي بوزيتيف مفيش مشكله. رنيت ثاني قلت له سالب 12 قال لي كده رقم نيجاتيف صحيح سليم. قلت له سالب 3 قال لي الرقم نيجاتيف. حلو كده؟ لو عملت كده وقال لي دخل رقم قلت له رقم 0 0 دوت محايد طبعا جمع بالنسبه لنا، ايه اللي هيحصل؟ بص هيقول لي رقم نيجاتيف. اقول له رقم نيجاتيف مع ان هو الزيرو مش نيجاتيف، ده بسبب ان احنا كتبنا هنا لو كان اكبر من الزيرو خلاص زي بوزيتيف انسي بقى نيجاتيف. الموضوع بالنسبه لي توقف على كده. كان عندي مشكله اكبر، طيب لو احنا عايزين نحلها، لو انا عملت كده، لو انا عملت بس كده قلت له رن هيقول لي ايه؟ الفاليد سنتكس. تمام؟ ليه؟ لان انا بالنسبه لي الرقم ده الجمله دي مش جمله اف، ده بس مجرد يعني زي اوبريتور كده بياخد طرف يمين وطرف شمال والكونديشن في النص. الطرف جاب ترو بياخد الترو يعني الكونديشن ده طلع صحيح، بياخد الاجابه هنا. الكونديشن طلع غلط بياخد الاجابه اللي هنا. لكن هو لازم يكون عنده كده، ما عندوش حل بديل، ما عندوش حل ايه بديل. سؤالي بقى، سؤالي ليكم، هل ينفع نحل الكونديشن ده نفس المشكله ولا لا؟ طبعا هو ينفع، هي هتبقى لفه طويله، بس انا القصد انك تشغل ده تخليك تقدر تتمكن او على قد ما تقدر. احنا المفروض في الفيديوهات المسجله لو حبيت اعمل تلخيصا للفيديوهات المسجله كده وارجع للمثال ده في الاخر، لان ده هيدخلنا في المرحله بعد كده ان احنا محتاجين جمله افضل من الجمله دي تدينا امكانيات اوسع، تدينا امكانيات اوسع. البايثون احنا اتكلمنا على حاجه في البايثون اسمها الاوبريتورز، واخدنا في التلخيصا كده انا مجمل تمام، قلت مثلا ايه بايثون مثلا اوبريتورز ماشي. عندي طبعا مواقع كتير جدا بتتكلم عن الاوبريتورز، انا هاخد من البروجرامز ده عشان هو ضمنهم كلهم على بعض. في اوبريتورز موجود عندنا، يمكن ده كان اكتر كلامنا في المحاضره، احنا اخدنا دول في المحاضره في الملخص بتاع المحاضره اللي فاتت، واخدنا لهم اكزامبلز اللي هم اللي احنا سميناهم ايه اريثماتيك اوبريتورز، اللي هي المعامل اللي ايه الحسابيه اللي هو الجمع والطرح والضرب والقسمه والمودولس والعلل الصحيحه والاكسبوننت اللي هو الاس، واخدنا لهم اكزامبلز. في عندي حاجه اسمها الكومباريزون، ودي بقت مهمه قوي، لان احنا لما شفنا هنا في الجمله الاخيره دي دلوقتي دخلت في مرحله يعني دخلت معاكم في الكونكلوجن او المراجعه. دخلنا هنا قلنا ان او اكبر من الزيرو وان او اصغر من الزيرو او ان او بتساوي الزيرو، ولذلك بقى عندنا حاجه اسمها الكومباريزون. الكومباريزون مقصود بيها اللي هي المقارنه. خلاص وعامل المقارنه معروفه اللي هي جريتر ذان، اللي هي الاكبر من والاصغر من ويساوي، ويساوي عندنا اللي هي الايكوال 2 يساوي. يساوي الواحده احنا عرفناها اللي هي مين يا شباب؟ اللي هي الاساينمنت، اللي هو بياخد الجزء اللي على القيمه على اليمين يحطها في العلل ايه؟ العلل الشمال، صح كده؟ طيب لكن لما اقول بقى هنا ايكوال معناها ايه؟ هل الطرف اليمين بيساوي الطرف الشمال ولا لا؟ يعني هنا لما احط خمسه اكبر من السته فبقى معناها هل الخمسه اكبر من السته ولا لا؟ مش معناها الكلام ده غلط، لا. خمسه اكبر من سته هيقول لي لا، اللي هي فولس. فولس. اول ما اقول له سته اكبر من خمسه يبقى يقول لي ترو. تمام كده؟ يعني بيرد عليا باه او لا، بترو او فولس بيسال. كذلك الليس ذان، كذلك الايكوال دي، الايكوال دي معناها ان هو هل هما بيساووا بعض ولا لا؟ ودي طبعا لا يساوي، نوت ايكوال ترو.
خلاص بي اكبر من او يساوي بي اصغر من او يساوي خد بالكم من او يعني اكبر مني ماشي اكبر من او يساوي ماشي الاثنين يجيبوا ترو وهكذا الاصغر مني تمام وبدا ناخد عليها هنا ايه اكزامبلز او امثله يعني فالامثله هنا كتير ما فيهاش مشكله خالص يعني فمحتاجين فيها دي امثله ولا واضحه الكومبارزن اوبريتورز عشان عشان ما اضيعش وقتكم محافظ عليه محتاجين فيها شرح ندي عليها امثله اتفهمت من الفيديوهات المسجله يبقى انا كده ايه بعمل ريفيجن على السريع ما فيش مشكله شوفوا الاسلوب اللي يعجبكم يعني واضح يا باشمهندس دكتور واضح ان خلاص يبقى نخش في بعض يبقى مجرد بس ريفيجن سريع مش واضح يبقى قولوا لي محتاجين امثله ندي عليها امثله مش هستمع للناس اللي هي موافقه ان كله تمام اللي عنده مشكله بس يقول لي لو سمحت اوضحها او اديني امثله لو سمحت يا دكتور بعد اذنك ممكن مثال للتوضيح للكومبارزن اوبريتورز ايوه تمام طيب احنا ببساطه انا عندي هم الاوبريتورز كلها بتاعت الكومبارزن هم دول معروفين اكبر من واصغر من اكبر من يساوي واصغر من او يساوي ولو يساوي ويساوي مفيش غيرهم فلو احنا جينا عملنا كده اكزامبل كده وسمينا مثلا اوبريتورز انا بكتب هنا في الفايل معلش ببساطه جدا لو انا جيت قلت ان هو 1 تمام وتقل ان وعملنا انبوت فيرست نمبر وستين واخدت كده كامل فيرست قلت له ان هو 2 ده السكند نمبر ماشي وتعالى بقى نعمل شويه اختبارات اول اختبار انا عايز اعمله هعمل برنت لما اكون بقول ان هو 1 اكبر من ان هو 2 طبعا المفروض يقول تمام يقول تمام او لا اخد كومه كده واعمل بقى ان هو 1 اكبر من ان هو 2 طبعا ده القصد منها ان انا اقول ايه؟ سوري القصد منها ان انا اقول دي الانطباعه بس انطباعه كما هي موجود او هنا بنساوي دي هتطبع كما هي زي ما احنا فاهمين وان الثلاثه هتطبع نتيجتها فاخدنا دي اكبر من اخدنا دي اكبر من او يساوي واثبت ان اكبر من او يساوي بعد كده لو هم اصغر من يعني اصغر من وبعد كده اصغر من او يساوي عشان نجرب كل الاوبريتورز يعني. بعد كده تبقى ايه اللي يساوي ده يساوي؟ يساوي وهنا نايتس وهنا يساوي واخيرا ده يساوي تمام؟ طيب ايه الفكره؟ ايه الفكره عايزين نقولها؟ احنا هندخل رقمين على فكره ممكن برضو في الاخر كده اعمل اعمل كلمه انبوت واسيبها فتره عشان لو برد البرنامج على طول يقف يستنى الناس تشوف النتيجه يعني تمام هوريكم دلوقتي انت الفيرست نمبر وانت السكند نمبر وبعد كده اشوف الرقم الاولاني اكبر من الرقم الثاني يرد عليا يقول لي اه ولا لا الرقم الاولاني اكبر من يساوي الرقم الثاني يرد عليا اه ولا لا وهكذا تمام لو جيت اجرب ده دوست في خمسه قال لي دخل الرقم الاولاني قلت له الرقم الاولاني 80 قال لي دخل الرقم الثاني قلت له 6 زي ما انتم شايفين قال لي النمبر الاول اكبر من الرقم الثاني قال لي ترو فعلا الرقم الاول اكبر من الثاني الرقم الاول اكبر من او يساوي الرقم الثاني ترو تمام لانه اكبر من او يساوي حد يقول لي اكبر من او يساوي ازاي اقول له هو اكبر من يبقى صح ترو يساوي ترو برضه يعني لو كان الرقم الاول فيس نمبر 6 والثاني 6 كان هيجيب لك ترو برضه هنشوف دلوقتي ان او 1 اصغر من ان او 2 8 اصغر من 6 طبعا غلط فولس طيب هل الرقم 8 اصغر من او يساوي 6 برضه غلط هل ان او 1 بتساوي ان او 2
برضو 8 ما بيساويش ال 6. بص قال انه لا تساوي لانه 2 قال لي ايوه دي مش بتساوي دي مش بتساوي دي. رجعت طبعا هنا هو تلاحظوا ان هنا البرنامج بيوقف معلق يعني ما قالكش كده ريستارت ووقف لا واقف معلق يعني لو دوست انتر هيبدا يقف هيبدا يقف بس كده في 5 هيدخل رقم 8 و8 هنا النتائج بقى هتبقى مختلفه. ال8 اكبر من ال8 لا طب ال8 اكبر منها او تساوي ال8 اه يعني مش اكبر منها بس بتساويها وبناء عليه اه فجابت ترو. 8 اصغر من ال8